آية الثوار. يا موطنا فيك الحياة أحبها وأبيت غير معيشة الأحرار، وخرجت أرسم للحياة طريقها رغم العداء ورغم قمع النار. سنعود فليسمع طغاة بلادنا ونزيل رأس الحقد والفجار، ونزين التاريخ في بحريننا ونحرر الميدان بالإصرار. سنعود أمر لن نحيد وننثني عنه ونعلن حالة استنفار. فترى الشباب بها الصفوف مليئة ومن النساء رفضن اسم العار. هيهات نركع يا رعاع بلادنا، فبنا ستنزل آية الثوار. شاعرتكم سكينة الدرازي.